كل التحية لرجال المغرب، وكل التحية للشعب المغربي، وكل التحية للمسؤولين عن كرة القدم في المغرب. ورغم اختلافنا معهم في بعض الأمور، ولكن دايما كنا بنشيد بيهم وبنشيد بالمسؤولين عن ملف كرة القدم في المغرب، اللي نجحوا انهم يظهروا بشكل مشرف جدا في هذه البطولة. النهاردة المنتخب المغربي بيفوز 2-0 على المنتخب البلجيكي المدجج بكل نجوم العالم. مش نتيجة بس، ولكن نتيجة وأداء وسيطرة وروح قتالية ومدرب وطني ذكي. والنهاردة المشهد اللي حضراتكم شفتوه من المنتخب المغربي ما جاش نتاج عمل يوم وليلة، ولكن جه نتاج للتخطيط الجيد ووجود مشروع حقيقي على أرض، تم تنفيذه على أرض الواقع من قبل رجل اسمه فوزي لقجع. فوزي لقجع لما بنتكلم على رجل بيخدم وطنه فبنتكلم على فوزي لقجع. وعايز أعرفكم إزاي إن ممكن مسؤول يكون عنده فيجن ويكون عنده مشروع واضح ومشروع معلن للجمهور، إزاي لما يكون عندك راجل زي ده إزاي إن أنت تقدر إن أنت تنجح على الأرض. فوزي لقجع يعني تولى مسؤولية رئاسة الاتحاد الكرة المغربي سنة 2014، يعني تتكلم إن هو دلوقتي بقاله 8 سنين. وشوفوا الراجل عمل إيه للكرة المغربية في 8 سنوات. وخلي بالك فوزي لقجع ده أنا أكتر واحد هاجمته لما كان مشكلة النادي الأهلي ومشكلة الملعب وبتاع، هاجمته. لكن الراجل يستحق التحية ليه؟ لأنه راجل خدم بلده وخدم وطنه. تعالوا نشوف النهاردة فوزي لقجع والكرة المغربية وصلت لإيه؟ بالتخطيط مش بالكلام ولا بالمؤتمرات ولا بالخطة. خطة واضحة الراجل حطها ووثق في رجال كرة القدم، الرجال طبعا اللي مثلوا المنتخب المغربي على المستوى الدولي، فاستعان بنور الدين نيبت النجم المغربي السابق طبعا واحد اساطير المغرب، استعان به في اتحاد الكرة المغربي للاشراف على المنتخبات الوطنية، وابتدوا ان هم يشتغلوا بنية تحتية، اكاديميات، أنشأ أكاديمية يعني اشتغلوا على أكاديمية محمد السادس لكرة القدم اللي النهاردة خرجت يوسف النصيري نجم أشبيلية الأسباني، أكاديمية للتأسيس. البنية التحتية عملوا مركزين تدريب، طبعا مركز في الدار البيضاء ومركز في الرباط، وعملوا بنية تحتية تخدم المنتخبات الوطنية. دي صورة الأكاديمية بتاعت طبعا أكاديمية محمد السادس اللي في الرباط، اللي دلوقتي أصبحت بتنتج لاعبين يعني معظمهم بيلعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى. اوعى تفتكروا ان اللي انتوا شفتوه، المشهد اللي انتوا شفتوه ده النهارده ده مشهد كده ماتش كوره قدروا يكسبوا بلجيكا، لا، الناس دي خططت وكان في ثقة في رجل وطني قدر ان هو فعلا يخدم بلده عن طريق تطوير البنية التحتية وعن طريق تطوير مستوى المدربين، الاعتناء وتطوير الرخص التدريبية للاتحاد المغربي التابعة للاتحاد الافريقي، والاستعانة برجال الخبرة وليس رجال الثقة. وحطوا يا جماعة تحت رجال الخبرة مش رجال الثقة دي مليون خط. في ناس نظام ادارتها ونظام شغلها ان هو ما يشتغلش الا مع واحد بيثق فيه بس، اللي هو رجال الثقه. الراجل ده راجل عنده الامكانيات وينجحني ولا لا مش مهم، المهم ان انا بثق فيه
والمهم ان هو الراجل بتاعي. وفي رجال نظام شغلهم ان انا بثق في الناس اللي شغاله معايا، لكن المهم هم هيقدموا لي ايه، هينجحوني ولا لا. وهو ده الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي مسكت الكره عندنا في مصر وما بين الناس اللي مسكت مناصب دوليه وخدمت بلدهم صح، ما خدمتش بلدهم عن طريق تنظيم بطوله ولا عن طريق ولا عن طريق الضحك على الدقون، لا، ولا عن طريق تكوين مراكز اعلاميه بتخدم عليهم، لا، الناس اشتغلت وواثقت في اهل كره القدم ورجال كره القدم في المغرب وادولهم ادوار حقيقيه على الارض ان هم يشتغلوا، وقدر فعلا ان هو يستفيد من خبراتهم. فوزي لقجع استعان بأوشيان روبرتس كمدير فني للاتحاد المغربي بداية طبعا من 2018، وقدر ان الراجل ده يحط لهم بلان. الراجل ده جه، ده راجل ويلزي، جه اشتغل حط لهم بلان. تعالوا شوفوا النهاردة كرة القدم المغربية وصلت لإيه. النهاردة المنتخب المغربي مدجج باللعيبة المحترفين، دوري محلي متميز رغم صعوبة الاحتفاظ باللعيبة المميزة داخل الدوري المغربي، لأن الأولوية دائما هي تصدير لاعبين للخارج، وده خلي بالكوا دي تعليمات للأندية، لما يجي فرصة احتراف للعيب مميز صغير السن ادوله الفرصة واستفيدوا منه ماديا بشكل كويس، واشتغلي. ده مركز بقى، مركز التدريب، ده مركز تدريب المنتخبات اللي اتعمل في المغرب. انا عايز بس انا جايب لحضراتكم الصور والفيديوهات دي عشان تشوفوا الناس اللي بتشتغل بحق وحقيقي، ومهم جدا نعرف، ومش عيب، مش هنعرف، احنا مش هنقعد نبص لتاريخنا بس، احنا مش هنقعد نتفرج على الناس اللي جنبنا واللي حوالينا بيتطوروا واحنا نقعد نبص لتاريخنا بس، احنا الفراعنه وتاريخنا بس، لا، احنا التاريخ ده يعتبر مسؤوليه علينا. بصوا مركز التدريب اللي بيتدرب فيه كل المنتخبات الوطنيه، الكره النسائيه، الكره الشاطئيه، الصالات، كره الصالات، طبعا المنتخبات بالفئات العمريه، منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، كلهم بيتمرنوا في مركز محمد السادس لتدريب المنتخبات. البنيه التحتيه والاهتمام بتطوير البنيه التحتيه. طيب الراجل، احكي لكم الحكايه واقول لكم الناس دي خططت ازاي من اول سنه 2018. اول حاجه جابوا راجل عمل لهم ديزاين للرخص التدريبيه بتاعتهم، اللي هو الراجل أوشيان روبرتس اللي انا بقول لكم عليه، والراجل ده طور لهم الرخص التدريبيه اللي هو المنهج العلمي او المحتوى العلمي للرخص التدريبيه عشان يقدر ان هو يطور المدربين. والكلام اللي انا بقوله لكم كلام هو ده اساس كره القدم، هقعد اعيد وازيد فيه، لان احنا لازم نتعلم ان احنا بدون مشروع احنا بنضيع وقتنا. الموضوع مش موضوع التعاقد مع مدير فني اجنبي مميز ولا التعاقد مع مدير فني للمنتخب الاولمبي، كل الكلام ده كويس جدا، ولكن لازم يبقى عندنا مشروع، مدير فني للاتحاد الكرة يحط لنا مشروع. وهقول الكلام ده كل يوم، الناس دي كلها اللي نجحت عشان كان في مشروع. المشروع ده اتعرض في مؤتمر صحفي وكان فيه بلان واضح، وبعد كده نزلوا نفذوه على الارض. النهارده بيجنوا ثمار ما حصدوه منذ سنوات. عد بقى لعيبه محترفين في افضل دوريات العالم، عد الذكاء في الاداره، عد حاجات كتيره جدا. والنهارده المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الرجراجي راجل طبعا لاعب دولي سابق ولاعب عنده خبرات ولاعب في اوروبا، وراجل مسك الفتح الرباطي وخد احسن مدرب في الدوري المغربي، ما قتلوهوش بقى هناك، ما قتلوهوش ولا كسروا مقاديفه ولا قال لك ده صغير ولا قال لك حاجه، لا، لما لقوه ان هو مدرب عنده بوتنشال ادوله الفرصه. مسك طبعا مدرب مساعد في منتخب المغرب، ثم بعد كده مسك الفتح الرباطي وعمل نتائج هايله وخد احسن مدرب، بعد كده راح قطر اشتغل لمده موسم في الدحيل القطري، بعد كده رجعوه على الوداد، وبعد كده تم تحضيره وهو مدرب الوداد باعطائه رخصه البرو اللي اقيمت منذ 6 أشهر في المغرب عشان يقدر ان هو يمسك المنتخب، واتفقوا معاه
التألق هو أن الناخب الوطني وليد الركراكي تشبث بقناعاته التقنية وتشبث بالمجموعة التي لعبت اللقاء الأول وحتى أيضا اللقاءات الإعدادية، وبالتالي أن هذه الثقة أعطت أيضا شحنة معنوية للاعبين رغم الضغط التي كانت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعد أيضا الجماهير المغربية. أيضا العامل الثاني وأنا أعتقد أنه مهم جدا هو تحسن أداء لاعبي وسط الميدان وخاصة اللاعبين أناحي وأيضا أملاح الذي كان ظهر عليهم العياء في اللقاء الأول. أعتقد أن التحكم أيضا في وسط الميدان، حسن استثمار أيضا الفرص التي جاءتنا أيضا من اللاعب الهجوم أن كانت عاملا أيضا آخر. العامل الثالث أقول وأسطر على ذلك ذكاء الناخب الوطني في التغييرات. أعتقد أن التغييرات التي أقدم عليها ومنها من فاجأة خاصة على مستوى اللاعب بوخلال أنه فاجأ بها أيضا الرأي العام الوطني، ولكن كان ذكيا بحيث أقحم لاعبين بفعالية كبيرة ومتم أن كانت النتيجة نتيجة إيجابية وكان أيضا مردودا رائعا. نعم، المدرب أثنى على حكيم زياش وقال إن الروح عادت للمنتخب المغربي بعودة حكيم زياش. يعني هل بعودة زياش فقط أم بمجيء الركراكي في حد ذاته؟ والله عزيزي أن العاملين معنا، لا أقول تصريح الركراكي هو لم ينصف زياش فقط، هو أنصف أيضا من ناضل من أجل عودة زياش إلى الفريق الوطني المغربي من إعلاميين أحرار الشرفاء الذين قاتلوا أيضا من عودة حكيم زياش، أيضا أنصف الجماهير المغربية التي كانت وراء عودة حكيم زياش، أنصف أيضا رئيس الاتحاد المغربي أيضا الذي قرر إقالة الناخب الوطني السابق والتعاقد أيضا مع مدرب جديد أو ناخب وطني جديد، هو أنصف كل من طالب بعودة حكيم زياش. حكيم زياش أعتقد أن من البلادة أن يقلل أيضا أو أن يرفضه مدربا كيفما كان، لأن لاعب بمهارة كبيرة، لاعب بروح كبيرة، لاعب أيضا وهذا مهم جدا يدوب كل إمكانياته الفردية داخل الجماعة، وأعتقد أن عودة حكيم زياش هي عودة فيها كل الخير للفريق الوطني المغربي، وسنرى ذلك أيضا حتى في اللقاءات المقبلة. ثم من يرجع هذا الفوز إلى اللاعب رقم 12، الجماهير المغربية العربية التي آزرت أسود الأطلس في استاد الثمامة في قطر، يعني ما دور الجماهير في هذا الفوز برأيك؟ والله أعجبني سؤالك بشكل كبير خاصة حينما استعملت أو وظفت كلمة الجماهير العربية. اليوم المنتخب المغربي لم يكن مساند فقط من طرف الجمهور المغربي، بل كان مساندا من طرف الجمهور العربي، وهو مهم جدا ويجب أن نسطر عليه وأن نقف عنه، وأعتقد أن هذا من الربح الكبير أيضا لهذا المونديال. أعتقد بأن الجماهير العربية يعني قوت وشحنت أيضا ورفعت أيضا من معنويات لاعبي الفريق الوطني المغربي، ولكن أيضا هذا لا يعني بالمرة أن اللاعبون كانوا في المستوى، تضحيات أيضا كانت في المستوى، ووليد الركراكي كان ذكيا بشكل كبير في هذا اللقاء. كل هذه العوامل أعطتنا منتخبا قويا، منتخبا استطاع أن يفوز على منتخب البلجيكي المثقل بالنجوم، المنتخب البلجيكي الذي احتل الرتبة عالميا في 4 سنوات الأخيرة تقريبا، والمنتخب البلجيكي الذي يضم خيرة اللاعبين في مختلف الأندية العالمية. برافو لوليد الركراكي، شكرا للجماهير العربية، والتحية كبيرة للاعبين المغاربة. نعم، مع هذا الفوز بدأ المحللون يضعون السيناريوهات. أستاذ محمد، هل بات المنتخب المغربي قريب من تكرار إنجاز عام 86 بالوصول إلى الدور الثاني؟ والله أستاذي أقول لك بكل شجاعة، أقول لك نحن لم نكن نطمح ولم نكن أملنا كبيرة وكبيرة جدا على هذا المنتخب، نظرا للهزات التقنية التي عرفها الفريق الوطني المغربي وللارتباك أيضا التي عرفه الفريق الوطني المغربي، وكنا نأمل من هذا المعسكر من هذا العرس العالمي هو أن نكون مجموعة قوية تحسبا لأمم إفريقيا المقبلة، ولكن الآن طالما أن وليد الركراكي نجح أيضا في خلق مجموعة قوية أيضا أصبحت طموحاتنا أكبر. طبعا نأمل التأهل، وهذا لا يعني أن نستصغر المنتخب الكندي، فلا بد أيضا من التعامل بنفس القوة بنفس الصرامة بنفس الجاهزية وأيضا بالوقوف على تفاصيل اللقاء، وبعد الدور الثاني سيكون طموحنا أكبر إن شاء الله. كيف تبدو مفاتيح الفوز في مباراة كندا المقبلة محمد؟
هو مفاتيح الفوز هي بيد وليد الركراكي، واعتقد ان تشبثه بقناعاته، اعتقد بان الان تعرفه الكبير على خصائص وخاصيات كل لاعب لاعب، وايضا على نقاط القوه لكل لاعب لاعب، لان الان بدا يدرك اكثر اللاعبين ويدرك ايضا مكامن قوته. ما اعتقد ان حسن استغلال لمناطق قوه اللاعبين داخل الفريق الوطني المغربي، فبالتاكيد ان وليد الركراكي سيتغلب ايضا في اللقاء المقبل على اساس ان نحظى بنفس الدعم العربي، وعلى اساس ايضا ان نبقى في نفس التركيز من طرف لاعب الفريق الوطني المغربي. ما ما ما, ما يطمئنني اكثر عزيزي هو ان مختلف اغلب لاعبي الفريق الوطني المغربي هم يعيشون الاجواء الاحترافيه، هم ليس لاعبين الذين قد يسقطون في فخ الغرور والخروج من دائرة المنافسة بمجرد هذا. مرة أخرى أستاذ محمد، نتمنى أن يجتاز المنتخب المغربي الدور إلى الدور الثاني. مبروك مرة أخرى محمد مغودي الصحفي المغربي، يفوز بثنائية على المنتخب البلجيكي ويحقق ثاني انتصار للأفارقة في هذا المونديال. كيفاش شفت المباراة خاصة وأنها عرفت العديد من التقلبات؟ نار بور كومونسي نقول لهم مبروك عليهم، وان شاء الله ان شاء الله قالنا السعوديه يزيدوا يديروا كاش نتيجه ان شاء الله، وبوركوا با تونس ولاخرتو يخرجوا كما يقول لك افيك دي زونير. مقابله اللي شفناها تاع المغرب، مقابله في المستوى اللي داروا ماتش فريمون امبورطون دو هو نيفو، لي تروا كومبارتيمون شفناهم في كما يقول لك في المستوى، لعبوا كره جميله، انجاجمون كبير، تاكتيكمون ايزيتي بري، ولهذا شرفوا العرب. المدرب جو بونس كو لونترينور ا رامني ساتوش سي سورتو بوكو بلوس سور لو بلون اوفنسيف. شفنا النتيجه فريمون بوزيتيف من هذا الباب، لان سور لو بلون اوفنسيف شفنا بلي لونترينور يا اون توش كيما يلزم الحال. لي شونجمون دار دو شونجمون، يا اي دو بوت، شونجمون تاع صابيري 5 مينوت ابري ولا 6 مينوت ابري يسجل، شونجمون تاع زكريا كيف ان جون دو 22 واقيلا بوخلال واقيلا 22 سنه في عمره، ماهوش صغر وكبر 22 الحمد لله، يمارك ان دوزيام بوت كيف كره جميله. نقول لهم شابو. انا نظن الفيدراليه تاع المروك دارت التغيير، جابت النتيجه، كي نغيروا المدرب جابت النتيجه. شكرا لك علي بن شيخ. عمار عمور حمزه، من فضلك قبل بدايه الاسترسال معك عمار عمور، اعطينا تشكيله المنتخبين التي دخل بها روبرتو مارتينيز ووليد الركراكي. الركراكي عمار عمور، كيفاش المباراه من الجانب تكتيكي بين المنتخبين؟ الركراكي لأول مشاركة له في كأس العالم أمام روبرتو مارتينيز ليقود منتخب بلجيكا لثاني مونديال على التوالي. كما قال عليه لاتوش تاعو كانت حاضرة، خاصة أنه عرف يتعامل مع المقابلة أولا قبل المقابلة، لأنه حضر اللاعبين جيدا من الناحية الفنية، خاصة من ناحية تكتيكية، كذلك أثناء المقابلة لأنه قرأ مليح المقابلة أولا بعد قبل تسجيل الهدف، ما كانت المواجهة 0-0، ثانيا بعد تسجيل الهدف الاول لما كان رابح 1-0 دوبلي عرف كيف يتعامل، وخرج من 4-3-3 رجع الى 5-3-5 تقريبا 4-1 بوجود الحمد لله كبيفو اللي كان يلعب عليه باش يضيع الوقت اكثر، زياش اللي ولا كمهاجم ثاني مع حمد الله، وكان دائما ما يروح في اللاكس تاع بلجيك بعد ما تحول فريق بلجيكا الى ثلاث مدافعين للوراء، دوبلي ثلاث مدافعين مع فيتسال اللي شويه در رجع شويه للوراء باش يكونوا ثلاث مدافعين، دوبلي الامور صارت بدرجه كبيره لصالح المدرب صالح اللاعبين. وجود مزراوي المتعدد المناصب اللي كان في الشوط الاول كمدافع ايسر تحول الى مدافع ايمن، ودخول للمدافع الايسر مدافع يحيى عطي الله نعم. مدافع الوداد البيضاوي، مدافع الوداد، هي ربما المباراه السادسه ليه بقميص المنتخب الوطني المغربي، حتى ولو انه في العمر 26 27 سنه، من بين النقاط اللي تحسب ليه اللمسه تاعو الركراكي في هذا المنتخب في هذا البدايه تاعو في المونديال. روح المجموعه كذلك، روح المجموعه اللي عاود حياها الركراكي، شفنا حتى وخروج بعض اللاعبين الاساسيين، لان
كنت حاضرة دائما روح المجموعة، تحس بلي الفريق يلعب باش يربح، يلعب على جال المدرب، يلعب على جال صحابه. لذلك نظن بلي كذلك روح المجموعة عندها دور كبير في المقابلة هذه. الحاجة المهمة أكثر، الحاجة المهمة أكثر أنهم تقريبا مازال ما خسروش في مقابلتين، أدوا ربع أشواط ولا مقابلتين في المستوى. مازال ما شفناش تقريبا لي طون فابل تاع المنتخب المغربي المقابلة الأولى، المقابلة الثانية مع تقريبا كرواتيا وبلجيكا، نائب بطل العالم وواحد من أقوى المنتخبات في العالم في الخمسة أو الست سنوات الأخيرة، ثاني في الترتيب العالمي، ثاني في ترتيب الفيفا بعد ما كان الأول لمدة طويلة. يعني منتخب مغربي نضم اليسير نحو تأهل دور ثاني، مفاجأة في كأس العالم نضم. نعم عمر موعد المرودي، المنتخب المغربي في بداية المباراة مباشرة بعد عزف النشيد الوطني كان فيه الحارس بونو شعر بدوار، يقال بأنه كانت عنده أيضا ألم على مستوى المعدة. دخل في مكانه منير القجوي حارس نادي الوحدة السعودي، ما شعرناش بأنه بونو خرج من المباراة لأنه القجوي مباشرة بعد دخوله أعطى ضمان بالنسبة للمنتخب المغربي هذا أولا. ثانيا ما شفناش منتخب بلجيكا خاصة في الشوط الأول، كانت محاولاته تقريبا كلها محتشمة. الشوط الثاني شفنا مستوى آخر للمنتخب البلجيكي اللي كان خرج تماما من المباراة بعدما تلقى الهدف الأول. ميدو المنتخب المغربي ما يحسب ليه أولا هو يعرف كيفاش يسير المباريات، يعرف نقطة تاع القوة تاع قلب الدفاع تاع، وأنك ما تتلقاش هدف بغياب بونو الحارس الأساسي، وهذا ما يدل على التحضير البسيكولوجي الجيد لهذا النوع من المباريات. كذلك نقطة أخرى يعرف كيفاش يسير المباراة، لأنه في الشوط الأول تتحدث منتخب بلجيكي ولو أنه سيطرة محتشمة، إلا أنه نقوله أنه هذاك الريتم فرضوا عليه كذلك المنتخب المغربي اللي يعرف عنده اكتسب هذه الشخصية كيفاش يسير هذا النوع من المباريات. لأنك لما تخرج من أمام كرواتيا وما تتلقى وحتى هدف وتخرج مباراة تعادل، من ناحية البسيكولوجية تحضر جيدا لهذا المباراة وتعرف كيفاش تسير مباراة أمام منتخب بلجيكي لم يعد ذلك المنتخب اللي كان في 2018. ولكن القوة كما قلت لك تاع المنتخب المغربي والدور الكبير للمدرب اللي يعرف متى يخفض الريتم، متى المنتخب يزيد يصعد من الريتم كما شفنا في الشوط الثاني، وكيفاش يحافظ على هذاك النسق حتى وهو فايز بهدف لصفر، كيفاش يبحث على هدف ثاني. نقطة أخرى ميدو أنه لو نقارنه بين التغييرات اللي جراها الرقراقي في المباراة الأولى أمام كرواتيا والتغييرات اللي جراهم اليوم أمام المنتخب البلجيكي ليست نفسها، لذلك لمسة أخرى تحتسب له. وليس المدربين ليسوا مطالبين، هذا النوع من المدربين حتى يثبت نفسه ليس مطالب أنه يغير منهج تكتيكي. بطل إفريقيا رفقة الوداد اللي فاز بدوري أبطال إفريقيا، قلت في الحصة السابقة لما تكلمنا والمناسبة تكلمنا على المنتخب المغربي في نفس اليوم ميدو هنا، أنه ما يحسب له أنه دولي سابق في المنتخب المغربي، يشتغل كمساعد مدرب في المغرب، كذلك كان في الوداد البيضاوي، في الرجاء البيضاوي، إذن يعرف في الخليج، إذن عنده كل المواصفات اللي سمحت له اليوم أنه يكون في العارضة الفنية للمنتخب المغربي. في الظرف 3 أشهر فقط جرى بعد التغييرات على التشكيلة، قلت لك أنه ليس مطالب أنه يغير النهج التكتيكي، ولكن يعرف حتى كيفاش يغير اللاعبين، يغير اللاعبين خاصة في المباراة. مثلا الزلزولي شارك في مباراة كبديل مباراة كرواتيا، اليوم ما شاركش، اليوم لاعبين آخرين، وجرى هذوك التغييرات كيف غير لما خرج حكيمي للاعب مؤثر، والمزراوي تكلم عمار تنقل على الناحيه اليوم هو بايرن ميونخ اليسرى، واعطى الفرصه للاعب تاع الوداد للظاهر الايسر يحيى عطي الله انه يلعب ظاهر ايسر، وشفنا ما تغير ولا شيء، روح المجموعه هي نفسها في المنتخب المغربي، وهذا يحسب للاعبين ويحسب بدرجه كبيره نقول لك للمدرب ويحسب ليهم هما كمنظومه. لماذا؟ لانك يجب أن تكون شجاع أنك تغير قبل 3 أشهر، تغير المدرب وتوضع فيه هذه الثقة، واليوم ظهرت اللمسة تاعه وشفنا المنتخب المغربي راهو بأربع نقاط. زيد المدرب على حسب رأيي كان مأمن بلي كاليتي تاع اللاعبين تاعو، علاش ما لعبش افيك ان كومبلكس قال لي نلعب ضد لا بلجيك، لا لعب بلي كاليتي تاعو وكان يهاجم هاجم رجع لا بلجيك هي ولات اون ديفيكولتي مع المغرب. سي سا كونت اون كيلك شوز دامبورطون، مقابله مهمه ونحوس نربحها
ما لازمش نقعد للور ونقول هذا لادفيرسور واقيلا قوي عليا، لازم نلعب نأمن كمدرب بالخطه اللي راح نديرها وباللاعبين تاعي، واللاعبين امنوا بلي كاليتي تاعهم. الريزلتا كي تكون تشوف كما تحطش مغرب بلجيك ما تعقلش فوق ارضيه الميدان من هو المغرب ومن هو بلجيك. صح، دونك اليوم المغرب سورتو لي بلون تاعهم صح. اذا كانت هذه تصريحات ايضا ايدن ازار رفقه طرقان ازار رفقه دريس مارتنز اللي كانوا شاركوا في المباراه. عمار عمور، من الجانب التكتيكي عودة حكيم زياش للمنتخب المغربي كانت مفيدة ومفيدة جدا، شفناه اليوم بأنه مشاكله مع حالي لوزيتش ما كانش تكتيكية ولا فنية، كانت ربما من الجانب الشخصي أكثر منها من الجانب الفني. اليوم زياش أعطى إضافة ونال جائزة رجل المباراة وأثبت حقا بأنه سوبر ستار في هذا المنتخب، رغم أنه في الشوط الأول نظن بلي ما ظهرش بالوجه اللي لازم مع وجوده على الجهة اليمنى، إلا أنه في الشوط الثاني نظن بلي قدم مردود أحسن. فاش فاتوا المنتخب المغربي فاش فات المنتخب البلجيكي في لوريتم، تشوف لوريتم تاع المنتخب البلجيكي بطيء جدا، لما المنتخب المغربي يطلع الريتم ما نشوفوش المنتخب البلجيكي شغل يتبحر، خاصة في وسط الميدان اعتمادوا على اونانا وفيتسال. المنتخب البلجيكي كان نظن بلي عطالو بزاف حوايج سلبيه خاصه في وسط الميدان. بالرجوع الى 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 زياش نظن بلي حتى في الشوط الثاني بعد تغيير الخطه وتامين الدفاع بخمسه تقريبا 4-1 وتحول الى 5-3-2 بوجود زياش دائما مع حمد الله، تما وين كان الهدف الثاني واستغل دائما وجوده على الجهه اليسرى مقارنه تقريبا بواحد 70 ولا 75 دقيقه هو على الجهه اليمنى. هذا هو اللاعب فاش يضيف لك من الناحية التكتيكية، وهذا الوجود بوجود مدرب يعرف وين يوظف اللاعبين في الوقت اللازم وفي المكان اللازم. ونظن اللي كان زياش رجل المقابلة بدون منازع، رغم أنني أنا نقول على حسب رأيي المدرب المغربي هو اللي كان رجل المقابلة. نعم، زياش تم اختياره مشاهدينا الأفاضل رجلا لهذه المباراة بعد أن خاصة تمريرته الحاسمة في الهدف الثاني وكان سجل هدف. أعطينا فقط قبل صورة حكيم زياش رجل المباراة، المنتخب المغربي كان سجل هدف في الشوط الأول في نهاية الشوط الأول ألغي بداعي تسلل، هدف رومان سايس، هدف زياش اللي ما لمسهاش رومان سايس لكن شارك في اللعبة وأثر في اللعب وكان حرم الحارس تيبو كورتوا من مشاهدة مسار الكرة. معاذ المرودي ميدو أنا ما يتكلم عمار على الدور تاع المدرب، انا حتى لما شاهدت التغيير تاع دخول زكريا بوخلال ماهوش من السهل انك تغير سفيان بوفال اللي غيره في المباراه الاولى، اليوم شفنا خرج زعفان وكان ماهوش كانه ماهوش راضي بهذاك التغيير، ولكن التغيير لما انت تكون الليدر اللي نقولوا تقدر انت تتحكم في المجموعه، انت الخيارات انت المسؤول عليها وكل اللاعبين مهيئين سيكولوجيا حتى اللي يدخل ماهوش في منصبه كبديل لانه اليوم في مقاعد بدلاء ممكن يكون كاساسي. شفنا زكريا ابو خلال الدور تاعو دقائق بعد دخوله تمكن من إضافة الهدف الثاني للمنتخب المغربي، هذا يحسب بشكل كبير للمدرب. وسفيان نقوله بوفال اليوم حتى ولو غادر غاضب إلا أنه هو في خدمة المجموعة، تخرج عاود رجع مركبي عاود رجع احتفل، معناتها شوف روح المجموعة معناتها زعفت صح غير مركي الفريق يسجل الفريق نعاود نولي. على ذكر زكريا أبو خلال ولا صابيري اللي ذكروا علي بن شيخ، نظن بلي هذو اللاعبين طري بون فورماسيون علاه، واحد يلعب في هولندا واحد يلعب في ايطاليا مع سامدوريا اللي صابيري لا فورماسيون تاعهم ولا الفئات الشبانيه اللي كان يلعبوا فيها. صابيري كان في المنتخب الالماني وابو خلاف في المنتخب الهولندي، شوف هذا شوف يعني التكوين القاعدي تاعهم التكوين القاعدي تاعهم كيرفدوه وين يشركوه مع المنتخب ويوضع في خدمه المنتخب يوضع في خدمه المنتخب، ما نديرش انفورماسيون تاع ديزون ولا في منتخب عالي بعد كي نجي للمنتخب الوطني ما نفرضش روحي ولا ما نديرش هذاك لا فورماسيون في خدمه المنتخب. نظن بلي كانوا في خدمه المنتخب وقدموا مباراه تقدر تقول عليها اكثر من ممتازه رغم انه شاركوا في دقائق معدوده. عمار فقط لانه نعلموا انه كذلك لما يكون المنتخب منتخب هم الاكثر جاهزيه مثلا 23 لاعب وما فيه ولا لاعب اساسي في المنتخب، هذه مهمه جدا، هما يوضعوا الخبره تاعهم في خدمه المنتخب بعدها اللي شارك اساسي ولا اللي شارك كبديل القرار الاول والاخير للمدرب في قياده هذه المجموعه.
نعمل. علي بن شيخ المنتخب البلجيكي مشاهدينا الكرام كان تقريبا قبل بداية هذه الدورة مرشح ليكون ربما رفقة المنتخبات الأربعة الأخيرة المتواجدة في الدور النصف النهائي على أقل تقدير، هكذا الجميع رشح بلجيكا قبل بداية هذه الدورة. اليوم المنتخب البلجيكي يواجه خطر الإقصاء، فاز في المباراة الأولى ما شفناش منتخب بلجيكي أمام منتخب كندا أداؤه كان سيء، كان مثل ما يقال بالفرنسية منتخب أوبورتونيست، يعني استغل فرصة واحدة وسجل. اليوم يخسر أمام المغرب بثنائية، يبدو أن منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز وتيري هنري يسير رويدا رويدا نحو المغادرة من الدور الأول. الله يمدهم برمي اللي يكونوا في الكاري ولا هذيك، كل واحد يمد رايو، سي با سي با ان بروبليم. الأرجنتين كاع كنا ما نخموش بلي مع السعودية تخسر في العالم وخسر، دونك سي با ان شونس اكزاكت اون بو سترومبي. ولكن اليوم شفنا لا بلجيك ماهوش المستوى تاعهم قدام المغرب، ماشي كيما مقبل، لا المغرب اللي كانوا اقوى على المنتخب البلجيكي. علاش؟ كما قال عمور مقبله عنده الحق، وين يقول لك يا كونت لو ماروك تحب تبدل لو ريتم لا بلجيك ما نجمتش تتبع. انا تحس بلي سو لو بلون مونطال كانوا متحضرين اكثر من لا بلجيك. بلون مونطال باسكو سي امبورطون فيزيك، تو الموند اي بريباري فيزيكمون، مي سو لو بلون مونطال كانوا متحضرين احسن منهم. شفناهم في لي زانترفونسيون تاعهم، شفناهم في كي يكون عندهم الكره كاش يلعبوها كيفاش انترسيبتي، فريمون زيتي ميور كو لا بلجيك سو تو لي بلون. ولهذا لو كان يكملوا في هاد الخطه هاديه ينجموا يروحوا بعيد، كان يكملوا هكذا ينجموا يروحوا بعيد. نعم، سنتحدث عن احتمالات تأهل المنتخب المغربي بعد أن نكمل مباراة كندا وكرواتيا. حاجة المليحة اللي شفتها أنايا، شفت أزار عاود بدا يولي الفورما ديالو خاصة الشوط الأول، بدا يولي سو لو بلون فيزيك بيان سور مازال باسكو عام ما لعبش ولا شحال في الريال، ولكن باسكو أزار سي تان تري بون جوار مليح كيولي ونشوفوه ان شاء الله نشوفوه في ان غرون كلوب في الانجليز. ميدو انا لما تكلمت بالأرمادة وقلت انه المنتخب البلجيكي كان بين المرشحين، انا نقول لك لا. لماذا؟ لانه ليس بلجيكا 2018، قلتها ونكررها، لانه لو تشوف اللاعبين مثلا اليوم الاساسيين ولا اللاعبين اللي يعتمد عليهم المدرب البلجيكي، اولا ما حبش يغير الخطه تاعو اللي يعتمدها في كل مره، وتلقى انتقادات من الصحافه البلجيكيه تباتوا خاصه قبل المونديال لما يعتمد على لاعبين اللي ما همش يشاركوا، مثلا تورغا نازار الاخ تاع الشقيق ايدن ازار ماهوش يلعب في بوروسيا دورتموند مثلا. اليوم انت خاسر ولوكاكو عايد من اصابه، كان من المفروض انك عندك لاعب اللي هو اوبيندا تكلمنا عليه، المهاجم تاع لونس، مهاجم تاع لونس في فورما عاليه، مهاجم تاع لونس يسجل، مهاجم تاع لونس يقدر البروفيل عنده البروفيل اللي يلعب مثلا مع دي بروين اللي هو اللي يخرج ويطلب الكره لانه قلب هجوم، عن يلعب مع ازارد وبعدها تعتمد على لوكاكو العائد من الاصابه، وحتى اللي كان قبل لوكاكو المهاجم باتشواي او حتى باتشواي حتى ولو سجل امام كندا، ولكن باتشواي مع الطريقه تاع اللعب تاع المنتخب الكندي ما تتلائمش. لهذا حتى تغييرات المنتخب البلجيكي حتى ولو التغييرات ما كانتش في محلها من المدرب، ولهذا انا نقول لك انه المنتخب البلجيكي ليس ذلك المنتخب اللي في توب المرشح باش يكون من الربعه اللي راح نشطوا نصف النهائي. نعم عمر لما نشاهد وسط ميدان المنتخب البلجيكي امادو اونانا اكسل فيتال كثنائي استرجاع، وسط الميدان الهجومي كلعب طرقان ازار الجهه اليسرى، شقيقه ايدان تقريبا في تنشيط اللعب، وكيفن دي برون كان يتناوب هو وطرقان وايدان، يعني لا مركزيه في وسط الميدان. لكن ما شفناش كيفن دي برون اللي تعودنا منذ بدايه هذا المونديال، ما شفناش كيفن دي برون اللي شفناه مع مانشستر سيتي منذ بدايه الموسم. لو تعلق الامر ربما بنهايه الموسم ممكن نقولوا بانه تعبان وما قدرش يواكب رتم المباريات الكبير، لكن نحن في شهر نوفمبر. دي بروين اللي شفناه مع مانشستر سيتي شيء، ودي بروين اللي يظهر اليوم مع المنتخب البلجيكي شيء اخر. هل خيارات روبرتو مارتينيز ولا اللاعبين اللي دايرين كيفن دي بروين هما اللي اثروا على مستواه في هذا المونديال؟ لا، انضم لي خيارات المدرب المغربي، لان شوف وتلاحظ دي بروين كيفاش لعب،
دائما كان ماركاج دو زون حتى في المباراه الاولى ما كانش يعني دي بروين ممكن بالك في المباراه الاولى الخيارات ولا حتى باش تلعب مع كندا شفتها ديجا صافي 3 ولا 4 مو حسابات بعيده شويه، ولكن المقابله الثانيه عندك حسابات قريبه صافي 3 جور ملي لعبوا تمدي حساباتك بلي صافي 3 جور، يعني السلبيات والايجابيات ما عندهمش بزاف. نرجع لك المقابله اليوم دي بروين كان ماركاج انديفيديوال دو زون تقدر تقول علاه، انه في الكثير من الاحيان كان مرابط اللي هو بالك كذلك من رجال المقابله ادى مقابله كبيره ما خلاش دي بروين يتحرك، حتى شفنا في اغلب الحالات دي بروين يرجع دائما يديكالي للوسط، يرجع دائما مع فيتسال ويرجع دائما مع اونانا باش يستلم الكره ويوزعها، وهذا الشيء دي بروين لم يبعد على منطقه 18 متر يقل الخطر باسكو ان باسور ديسيزيف من النوع الرفيع يقدر يدير لك ان ديكالاج تاع فلوكوتي الاز ان دو مع ازار اللي بالك مره ولا زوسيه وهم ما قدروش، ولكن نظن بلي حتى الطريقه المحكمه للمنتخب المغربي ما خلاش دي بروين يتحرك وما خلاتوش يلعب كيما حب هو، وكذلك ندورو نرجعوا لطريقه لعب المنتخب المغربي لي لا اتوميزي تقدر تقول خنقت المنتخب البلجيكي كذلك حاجه ثانيه كذلك تحس بلي ما كانش تكامل ما بين اونانا وفيتسال تقريبا برسك لو ميم بروفيل سي ديكالي لا ديفونس بالبالون عطي الازار ولا عطي دي بروين، ما كانش ابداع في وسط الميدان دائما ما يخلوا الابداع لازار ودي بروين، ازار اللي هو من الناحيه البدنيه ماقدرش باسكو بريمير ميتون لعب تقريبا كان لاباس به، ولكن في الشوط الثاني حسينا باللي ينقص من الناحيه البدنيه ودي بروين اللي شرحنا في لا لما تتحدث على اونانا عمار عمون نواصل معك، لما تتحدث على اونانا احتياطي اونانا هو يوري تيلمانس اللي يقدم في بدايه صحيح لايستر ماهوش في المستوى في بدايه الموسم، لكن تيلمانس يقدم مستويات رائعه مع لايستر في المنتخب البلجيكي احتياطي لاونانا، واش يشوف روبرتو مارتينيز في اونانا وما يشوفوش في تيلمانس؟ انا شوف ممكن كنت قبل المقابله كنت نستنى فيهم يلعبوا في ثلاثه، تقدر دير تيلمانس على الجهه اليسرى اونانا على الجهه اليمنى وفيتسال كان سنتينيل هكذا علاه باش تمد شويه توازن في وسط الميدان، هكذا ما تخليش دي بروين وازار يديكاليو بزاف يرجعوا للوراء باش ما يخسروش من الناحيه البدنيه، ممكن الثلاثي هذا راح يريح اكثر ثلاثي الهجوم، ولكن اعتماده على فيتسال وانانا نظن اللي كان غير موفق مع وجود لاعبين ممتازين في وسط الميدان المنتخب المغربي. على حسب رايي لي دو ميليو تيران اللي هنا اونانا وفيتسال قعدوا كما عنده الحق سي لو ميم بروفيل سي يبونسي انا نظن والله يعلم ما يبونسي كو دي بروين وازار هما اللي يديروا اللي يحركوا كاع هذيك لا لين داتاك يكونوا ليبر هما سي ياليمونتي وبرك ما داروش ما حسبوش كاع واش يخمم المغرب بلونترينو تي تري انتيليجون بلوكا ازار وبلوكا دي بروين ما خلالهمش لي زيسبونس باش ينجموا يتحركوا اللعب كي تبلوكي هادو خلاص من بعد واش مابقاش بقات انت ومن بعد انت تولي تحكم. انا منذ 24 سنه لم نفوز في كاس العالم منذ 98، صحيح اننا قدمنا عروض جيده في روسيا ولكن خرجنا بنقطه واحده، الشعب المغربي بكل صراحه الكروي المغربي لم يعد يطوق نهائيا العروض دون النتائج، واشكر وليد الراجل الذي ادخل واقنع اللاعبين بضروره الدفاع اولا، الدفاع واحترام الخصم والتنافسي حتى اخر رمق مع الموهبه اللي كاين عند اللاعبين المغاربه الاهداف يجيو، ولكن لا لنتلقى الاهداف منتخب، والدليل على ذلك ان منتخب بلجيكا يعني في نسبه استحواذ على الكره 67%، يعني ثلثي المباراه كانت لصاحب بلجيكا في الاستحواذ ولم يكن لهم ولو فرصه حقيقيه للتسجيل. حضري انا عايش بكلمك على جزئيه وايد مهمه صارت في مباراه اليوم، يعني بونو دخل مع حارس منتخب المغرب دخل مع الفريق سخن معاهم ووقف معاهم في النشيد الوطني وفجاه استبداله بسبب طبعا الدخل اللي جاء معلش وانت حارس وكابتن منتخب وعارف هذا الموضوع، لما يجيك تغيير للاعب جدا مهم وجدا انت معتمد عليه وحارس الفريق الاساسي
ويقول لك والله راح استبدلها، هذا ممكن يسوي نوع من الخلل أو الإرباك أو حتى التوتر عن بعض اللاعبين على أقل تقدير، ولم نلاحظ ذلك أبدا، بل أن حتى الحارس اللي نزل وكأنه ما أخذ محمدي خذ دفعة قوية من بونو حتى راح له وكلمه قبل المباراة، وما شاء الله عليه في الدقيقة 4 دخل جوه المباراة. أول شيء أنا طبعا ببارك للشعب المغربي والوطن العربي على الأداء وعلى النتيجة وعلى الروح وعلى كل حاجة، ما فيش كلام عندي أقدر يعني أقوله لهم، لأن هم صراحة هي دي لعبة المغرب والروح والإصرار اللي هم من أول المباراة نازلين حاطين في هدف عندهم ان هم عايزين يكسبوا باي طريقه، وكان التوفيق النهارده معاهم طبعا. طبعا حارس المرمى انا اول حاجه بشكر المدرب حراس المرمى، لان هو اكيد مجهز ثلاث حراس مرمى بيبقى عنده رقم واحد، ومش اول مره تحصل مع محمدي، حصلت معاه في كاس افريقيا الاخير في 2022 نفس الحكايه في مباراه السد مباراه العوده ضد الكونغو الديمقراطيه في وسط المباراه بونوتا ودخل محمد، ولكن محمد كان هو رئيسي في روسيا. وحصلت برضو قبل كده، لا حصلت برضو في 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 ماتش في الكاميرون، في الماتش في الكاميرون برضو ياسين برضو كان عنده إصابة أو حاجة ولعب نفس الحكاية. يعني تعرفك إن حارس المرمى لازم يكون مستعد ذهنيا ونفسيا ومعنويا، غير كل ده بقى لازم يكون جاهز تدريبيا. وحارس وأكيد مدرب حراس المرمى اللي شغال معهم أكيد هم الثلاثة بيشتغلوا نفس الأداء نفس التكتيك اللي هو بيبقى عارف ان هو المباراه اكيد بيشتغل، ودي حاجه بتحسب لكل حراس المرمى. واتوقع لو الحارس الثالث واقف هيبقى بنفس الاداء، لان الاولاني حصل له ظروف حته دوخه ياسين، الثاني محمد نفس الشيء، الثالث لو لعب هيبقى نفس الشيء بنفس التالق. سالت ثالث، انا الثالث لما خرج قلت له لما خرج بونو هل شعرت به؟ قال لي لا انا بطل افريقيا لان هو مع الوداد، قال انا بطل افريقيا ليه لا اشعر؟ لانه لعب اكيد ماتشات قبل كده مع المنتخب، دي حاجه ما يعني ما بتقللش، ده حاجه بتزود من كل الحراس المرمى اللي كانوا كلهم في المغرب، لان هم عندهم يعني صراحه المغرب الفتره الاخيره عندها حراس مرمى على مستوى عالي، واحد يلعب اثنين يلعب ثلاثه يلعب، دي ما فيش فيها اي مشكله خالص، بمفهوم حارس مرمى الرجاء زنيتي اللي اصيب قبل المجيء نفس الشيء، وحارس مرمى فوق ممتاز، بس دي حاجه تحسب، انا اللي بقولها تحسب لمدرب حراس المرمى ان هو مجهز الثلاث حراس مرمى بمستوى واحد. جمال الف الف مبروك خالد حق الامه العربيه كلها طبعا والامه الاسلاميه على الفوز منتخب المغرب اللي امس كنا خايفين منه، ان المنتخب المغرب يستحوذ ويلعب بس بدون يسجل، الان اليوم شفناه لعب مباراه كبيره قدر يسجل وقدر يعني يلعبون مهارات فرديه، لقينا الروح المغربيه العربيه الموجوده عندهم صراحه، والاصرار كان موجود عند اللاعبين. نقول الف مبروك لله الحمد، نستانس نشوف الفرق العربيه قاعده تنافس على الدور 16، الان عندنا المنتخب السعودي والان عندنا المنتخب المغربي ومنتخب التونسي ايضا مثل ما ذكرت خالد شغلات بسيطه ان شاء الله يقدر يتاهل، فمثل ما صارت مثل ما تكثر البطوله بالفوز للفرق العربيه احنا نستانس كان احنا فايزين كعرب مو كالمغرب، اتكلم كعرب وطن واحد، فهذه البطوله تكون لنا ان شاء الله. والزين في البطوله هذه مستوى العرب، مستوى العرب قاعد يحرج الفرق العالميه الفرق الكبيره لله الحمد، قاعد يقدمون مستويات قاعد يقدمون لاعبين، وجرت العاده نشوف اللاعبين المحترفين اللي يلعبون في اوروبا يلعبون مع منتخباتهم تشوفهم قاعدين ما يعطي من بروح وخلاص، دائما البطوله هذه بالعكس اثبتت للجميع انك دائما موجودين قاعد يعطون وقاعد يلعبون، لان كل المدربين هم ابناء وطنهم اول مره، وخالد والحارس انا اقول يعني رب ضاره النافعه، يعني الحارس اليوم يعني صراحه كان تركيز عالي قاعد يعوض اللاعب الاحتياط، احنا دائما نقول دائما اللاعب الاحتياط خليك جاهز باي وقت تجيك فرصه، اي وقت سواء حارس مهاجم مدافع وسط انت تنتظر فرصه، هذه فرصه جت لك ولله الحمد اثبت مو بس للمدرب او للمغربيين، اثبت للجميع العرب اني انا حارس مميز استطيع اني اكون متواجد، والف الف الف مبروك حقنا. طلحه الف مبروك طبعا للمنتخب المغربي والجمهور المغربي والجمهور العربي بشكل عام، ما قصروا الاخوان طبعا والاستوديو التحليلي كان موجود هنا نتكلم عن الامور الفنيه، وما فيش اثنين بيختلفوا عن استحقاق المغرب بهذا الفوز الرائع، ولكن انا بدي اتكلم عن موضوع اللحظه اللي احنا عشناها اليوم. دائما الواحد بطبيعه البني ادم ما بيشعر بعظمه اللحظه اللي بيعيشها الا بعد فتره، وبصراحه احنا في مونديال قطر بنشاهد لحظات تاريخيه تؤرخ بالكاس العالم، وخصوصا احنا على المستوى العربي اللحظات الرائعه جدا اللي شاهدناها في الملعب، كنا عايشناها في الملعب مش فقط عايشناها من وراء الشاشه، عايشناها في الملعب مع المنتخب السعودي واليوم عشناها مع المنتخب المغربي، ما بنعرف انه هاي طبعا راح تكون للتاريخ.
أجواء أكثر من رائعة، وأجواء بصراحة المشاعر كانت تدغدغ الجماهير. تحية للجماهير العربية بهذا المونديال اللي تتميزت، أعطت الانطباع الجيد بالتشجيع، الصخب الجماهيري اللي كان يصب بشكل إيجابي، كل الجماهير العربية كانت بيصب بشكل إيجابي نحو فرقها. انعكس هذا الموضوع أن كل فريق بيلعب بقطر بيلعب على أرضه وبين جمهوره، وأعتقد أنه هذا الشيء لم يكن بالحسبان بالنسبة للمنتخبات الأوروبية أو المنتخبات أمريكا الجنوبية. أو يعني أنك أنت تروح تلعب بقطر كان نوعا ما يفكروا الأمور نوعا ما راح تكون محايدة، ولكن صدموا اليوم. احنا شفنا في صدمة عندهم اليوم، كان في حتى في صحفيين اليوم مع المنتخب البلجيكي صدموا بهاي الجماهير، بقول لك هاي تلعب في أرض المغرب. مبروك مرة ثانية للجماهير المغربية. حكيم، أول شيء نقول مبروك للمنتخب المغربي والمغرب وكل البلدان العربية، لأنه هذا الاستحقاق وهذا الفوز هو فوز كل البلدان العربية. الإشادة تكون كثير للمدرب وليد الرقراقي وكذلك مدرب الحراس، لأنه حتى في تغيير الحارس العامل الأكثر هو العامل الذهني اللي قام به، لأنه الحارس الثاني ما عملش الإحماء اللي عملوا بونو محمدي، يعني كان في ناحية الإحماء كان ناقص لكن ذهنيا كان حاضر. أما فيما يخص فوارق المباراة، الرقراقي يعني حساباته كانت دقيقة تكتيكيا من ناحية الهجومية أو حتى من ناحية الدفاعية، تغييراته عملت الفارق. نامق أبو خلال حمد الله حتى صابير، يعني هو عمل تغييرات هجومية ودفاعية، عرف متى يغير يغطي الدفاع وعرف متى يغير حتى يعمل الفارق الهجومي. وأنا نقول أنه اليوم وعندي حالة الله أعلم لو يمروها، أبو خلال هو كان رجل المرحلة، وزيد إشادة أخيرة بالجهاز الفني للمنتخب المغربي، لأنه الأهداف اللي جت على كورتوا خصوصا الهدف الأول والهدف الثاني، يعني الهدف الأول الملغى والهدف الأول اللي تحسب، باين أنه المنتخب أو الجهاز الفني للمنتخب المغربي كان دارس طريقة تعامل كورتوا مع الكرات الثابتة، وكلها كانت في القائم الأول وجاء الجول. يعني شابو 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 برافو للجهاز الفني للمنتخب المغربي وكل المنتخب المغربي. رواس يا خالد، من بداية تكلمنا عن المنتخب، أولا ألف مبروك للمنتخب المغربي أسود الأطلس. عموما من بداية تكلمنا عنه، عندما تحدثنا لم تقلنا العاطفة العربية بقدر ما قررتنا الأمور الفنية وعمق الفريق وشخصية الفريق. إذا ما كنا نعرف هذا الفريق اسمه المغرب، أي واحد تابع مباراة كرواتيا مع بلجيكا اللي لعبوها يقول لك هذا فريق أوروبي وليس فريق من أفريقيا. أولا شخصية الفريق، قدرته في الأسلوب اللعب، قدرة الخطط اللي مدرب حاطها أنك تلعب بشكل أوروبي. أهم حاجة عنده وتحدثنا فيها من قبل أنه الشق الدفاعي يكون قوي جدا وما يجي فيه نقول، وتحكم برتم المباراة متى أحط إيقاع سريع. شوف المباراة بلجيكا مع كندا كان إيقاعها سريع جدا، وبدليل كندا خسرت اليوم لأنها كانت كلها سبرنت. بدأ في الشوط الثاني في الأواخر يبدأ السبرنت الأكثر والتحويل السريع اللي أرهق البلجيكيين واللي أعرزوا منه هدفين من المباراة. عموما منتخب المغرب أبارك لكل لاعب، يعني كل لاعب كان اليوم أداؤه جيد، حتى الحارس يعني مجموعة من اللاعبين في خط الدفاع إلى الخط اللي يقوم كلهم قام دوره الحقيقي التكتيكي. مباراة على مستوى عالي جدا تكتيكي مع فريق مش سهل، حتى أننا كانت 1-0 وحاول بفريق بلجيكي الهدف الثاني قتلهم في آخر الدقائق. عموما نحن كعرب نفتخر أن عندنا أول فريق عربي في كأس عالم يعني بهذا الشخصية وبهذا الأداء وبهذا الأسلوب القوي والجميل. وإن كان شيء يدل يا خالد هذا الاحتراف الحقيقي، الاحتراف مش من أمس واليوم، المغرب لها 40 سنة ولا 50 سنة أو أكثر أنا ما أقدر أقول لك، بس هذا الاحتراف ظهر اليوم لأنه مثل أرض عربية بنلعب في أرض عربية ودوافع الجمهور شوف وين واصل. وأنا متوقع وقلت وبقولها إنه هذا المنتخب بيوصل بعيد، حتى لو ما وصل قادر يقارع أي منتخب، حتى لو خسر بيخسر بشرف. خلونا نشوف مباراة يونس. المغرب يستحقون الفوز؟ يستحقون الفوز، ألف مبروك للفريق المغربي اليوم قدم نتيجة وأداء. اليوم الجمهور المغربي كان روعة، كان مساند من أول دقيقة لحد ما انتهت المباراة، وطبعا هاي من احد الدعائم القويه للمنتخب المغربي هو الجمهور اللي كان حاضر وسانده بقوه.
اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، مدرب تكتيكي على أعلى مستوى، ما كان خايف، حتى بالتعادل كان عنده تبديل يبدل يعني وكأنه دارس المباراة. لكن خالد أنا يعني عجبني بالمباراة لاعب رقم 4 مرابط. خالد لاعب على مستوى عالي، تكتيكي على مستوى عالي، يعني هو الرجل الخفي بالمباراة كلها، يعني كل الأنظار كانت باتجاه الدفاع والهجوم، لكن كان أكو لاعب بالارتكاز، اللاعب الأصلع المرابط خالد لعب مباراة تكتيكية على مستوى، ما خلى أي هجمة بلجيكية تنظم على المنتخب المغربي ولا كأنه بالمباراة، يعني شوف فقط عليه بالقطع. يعني أنا شفت المباراة، نعم ممكن أكو لاعبين سجلوا صار لهم الإعلام، الحارس صار إلى الإعلام لأن تبدل الحارس اللي ما قدر يشارك، المدافعين، لكن هذا الأضواء ما إجت عليه. لكن خالد قدم مباراة على مستوى عالي جدا، كان لازم الفريق وكأن عضد الفريق بالنص هو كان لازمهم. طبعا أنا سألت علي طلع يلعب بالدوري الإيطالي حسب معلومة وليس بس هذه المباراة، حتى المباراة الأولى هو الأخ أصابي لاعب سابق للنصر، لاعب على مستوى عالي ولا يتكلم ولا إلى دخل بالموضوع، فقط يقطع كرة يسلم وكل الهجمات وقفها. فريق متماسك اليوم، فريق مدرب عنده ثقة بنفسه، بدل مهاجمين، نزل مهاجمين، نعم. بدل مدافعين، دخل مدافعين، فأعتقد فريق المنتخب المغربي عنده الإمكانية أنه يروح للدور الـ 16 وممكن يعبر، تبقى الحظ يعني ممكن يلعب دور. خالد طبعا في البداية نشكر جميع اللاعبين في منتخب المغرب اليوم، نشكر الجهاز الفني، نشكر الجهاز الإداري، المسيرين للفريق. خالد مبارك لجماهير المغرب، الجماهير العربية، الجماهير الإسلامية. خالد يعني فعلا رفعوا رأسنا ولله الحمد. اليوم خالد تتكلم أنت، المغرب فايز على المصنف الثاني وثالث كأس العالم في البطولة اللي طافت، منتخب السعودي ولله الحمد فايز على المصنف الثالث، يعني ما بقي لنا إلا المصنف الأول يا خالد. فيعني هذا الشيء يسعدنا ويعطينا دافع اليوم أن احنا مش أقل قيمة من المنتخبات الأخرى ولله الحمد. مبارك خالد للجميع، ويعني خالد كل قطرة عرق طلعت من أجسامهم يعني يستحقونها الجماهير هذه. أنا أقول للإخوان إن كانوا يعني في السعودية أو في المغرب، لأن أكثر الحظوظ الحين أنه ممكن يتأهلون للأدوار الثانية. اليوم أنتوا شفتوا الفرحة هذه، يعني مجرد فوزكم أو تأهلكم للمرحلة الجاية راح تسعدون كل هالعالم اللي شفتوهم اليوم فرحانين. فمثل ما سعدتم نقول الله يسعدكم، شكرا، ويوفقكم ان شاء الله ويقويكم ونشوفكم للامام. شكرا. وعلى ما قال هذه البدايه وما زال ان شاء الله. مساء الخير. هذا زي من منطقه سوس مسا درعا جنوب المغرب، مدينه اكادير. وايه بقى سعادتكم ازاي النهارده بعد الفرحه الكبيره بفوز المغرب؟ الحمد لله فرحانين وجد سعداء بأداء المنتخب المغربي، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة. يعني أنا شايف إن الستايل اللي موجود واللبس اللي موجود ده، أنا واثق إن أكيد خدتوا 7000 صورة وأنتوا جايين. والله العظيم إحنا متصور من استاد. لما أنت النهاردة نجم أكتر من اللعيبة. من استاد إحنا متصور، اليوم عندنا عيد، متصور مع حبايبنا المغاربة ومع الأجانب ومع الشعب العربي كامل، نتصور مع زهاها. إحنا جد فرحانين بالأداء لدى المغرب. فرحانين بزاف الاداء اللي قدموا المنتخب المغربي، وكنتمناو ان شاء الله فوز في المقابله الجايه ان شاء الله. وديما مغرب، وتحيه للشلحين، نفرح بهره سو المقارنه ذكرنا المنتخب نحن المغربي. حاجات ما بفهمهاش ابراهيم، تبقى حاجات صعبه بالنسبه لنا بس تمام. هذه لغه مزيغيه من منطقه سوس، من منطقه لغه بسيطه ولكن بسطها حالها بسطها
ديما مغرب، وتحيه لجميع الشعوب العربيه. تحيه طبعا. قولي لي بقى الباقي المنتخبات بالتاكيد وباقي المشجعين، بنشوف الجزائريين السعوديين المصريين ما شاء الله اعداد كبيره جدا، بيعلقوا ازاي بقى على اللبس، بيعلقوا ازاي على اداء النهارده المنتخب المغربي، وانتم بقى شعوركم جواكم كمغاربه بقى موجودين؟ صراحه شعور كان شعب واحد متحد، للدول العربيه كلها والشعوب العربيه كلها متحده، يعني احساس جد جد رائع، وخصوصا انني كنت في المباراه اليوم في الملعب، فيعني كانت طاقة إيجابية وأجواء يعني ما قدرتش نوصفها، جد رائعة الحمد لله. قول لي بقى شفت ازاي الانطباعات جوه الاستاد؟ وأكيد كان جوه الاستاد كانت الدنيا نار 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 يا حبيبي. اخوات الأول صح؟ توام توام توام. بعد ما خلصت حسيت إن أنا بعيد تاني. ده همام وأنا عبود.